كنت معانا في ما قبل مباراه الاهلي وميديا، فاخد انطباعات، كلمنا وقربنا من الفريق بشكل من الاشكال. انا بعتقد انه قدم مباراه كويسه جدا قدام نادي الاهلي مقارنه بامكانياته وبتاريخه، ولكن الاهلي طبعا بخبراته قدر يحسم النتيجه بشكل كبير في الشوط الثاني. يعني احنا كنا توقعنا في الحلقه اللي فاتت ان ميديما مش هيكون فريق سهل. صحيح هو فريق مش من الفرق اللي ليها باع كبير في افريقيا، ولكن يظل هو فرقه كبيره وعندها بعض اللعيبه وبعض الاسامي اللي عليها العين من كذا نادي في افريقيا. عندهم خاصه المهاجم بتاعهم لعيب كويس قوي، جوناثان ده لعيب كويس قوي، عاجبني بصراحه. دروب كنت بشبهه امبارح، قلت لهم بجد كنت شايفه في الملعب لما جابوا صورته، ملامحه قريب جدا وتكوينه كمان لعيب دولي غاني حقيقي. ولكن سير الماتش الاهلي قدر ان هو يتعامل بصراحه. الماتش كان كويس قوي، كان فيه فرص كتير. الاهلي راح ب 22 محاوله منهم 11 محاوله على المرمى، اعتقد ده رقم كبير جدا ان قدرنا ان احنا نسجل 3 اهداف كمان، وكان في كورتين في العارضه بتاعه كهربا بتاع امام عاشور. يعني الماتش كان ممكن يكون فيه اكتر من الاهداف اللي سجلناها. يمكن كمان الماتش ده مهم بالنسبه لي، مش بعيد عن النتيجه، لا هو مهم بالنسبه لي عشان فيه اكتر من لاعب بدا ان هو يرجع لمستواه. يمكن على سبيل الذكر مثلا بالنسبه لي اهم حاجه في الماتش هو مروان عطيه. مروان عطيه كان من اهم اللعيبه الموجوده في الاهلي الماتش ده، ويمكن كمان اتاخد من موقع سوفا سكور من التشكيل الاول او للبطوله عموما في الجوله الاولى لدوري ابطال افريقيا. هو الارتكاز الموجود في الفريق، ومروان لا عمل ماتش كويس جدا. والحاجه الثانيه اللي برضو لفت انتباهي، يمكن هي مش معهوده ولكن بتنم قد ايه، ان ياسر ابراهيم عقليه كويسه جدا، عقليه محترفه جدا، متطور متطلب جدا ان هو يكون بشكل كويس، وان ياسر ابراهيم يكون عنده نسبه استحواذ 95%، نسبه تمرير صحيح 95%، ده رقم ما كانش بيحصل قبل كده من ياسر ابراهيم. وكمان عنده نسبه اللونج بول 6 من 6 بنسبة 100%، ده رقم كبير جدا. يمكن هو مش أكتر لاعب لعب كرات طولية، ولكن نسبة الدقة بتاعته عبد المنعم كان عامل 11. هنيجي للأرقام دلوقتي، بس خلينا ناخد الجولة بشكل عام وتعالى نشوف ونتابع مع نادر كده الترتيب. ليك تعليق على مباراة الأهلي والمدينة؟ ما مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله الشناوي، بس عايز بس أضيف النبي كريم فؤاد. لسه كنت هشيل كريم فؤاد وكريم الدبيس الحقيقة. الاثنين قدموا مباراة كبيرة جدا. كريم فؤاد كالعادة يعني دائما وأبدا في كل مرة بيشارك فيها بيكون ليه بصمة. في كل مرة بيشارك فيها بيثبت قد إيه إن هو لعيب كبير وملهوش. بتعجبني على فكرة اللعيبة نادر اللي بتيجي من بعيد بالظبط غير ما تحس بيه. يعني في لعيب يبقى جاي راجع من بعيد ياخد ماتش واثنين وثلاثه لغايه لما يستعيد مستواه. دي حقيقة. دي حقيقة. كريم واكرم الاثنين يعني ربنا كرمهم في الحته دي. بالظبط. يعني تحس ان هم لما بيرجعوا كانهم ما كانوش غايبين او ما كانوش بعاد عن الفريق. دي حقيقه. وهضيف بس كمان لكريم الدبيس، لعيب في كل مباراه بيشارك فيها من وقت مباراه سيمبا اللي كانت في تنزانيا في بدايه بطوله السوبر ليج، وهو لعيب بيبهرني في كل مره بشخصيته، بيبهرني كل مره بامكانياته. لعيب ما بيخافش خالص فكره ان انت بتلعب دوري ابطال افريقيا لاول سنه مع الاهلي بشكل اساسي، بعد ما بتلعب ماتشات الدوري بشكل اساسي وقبلها بطوله السوبر ليج، ما تحسش بان هو ولد غر ولا في نفس الوقت هو لعيب لسه امكانياته لعيب صغير. لا صحيح. هو لعيب كبير وعنده يعني عارف من كريم جدا. مبشر جدا. وانا يعني زي كتير من الجمهور، في لعيبه بتاخد ثقتك بسرعه. دي حقيقة. يعني وفي لعيبه ممكن تقعد موسم واثنين وثلاثه تبقى يعني رايك فيها مش قد كده، لكن كريم ديبيس خد الثقه بتاعت الجماهير نادي الاهلي بسرعه. دي حقيقة. انا بس عايزه يعبر عن امكانياته. الولد عنده كوره. نفسي بس طبعا هو لسه يمكن سنه صغير بالزبط. شويه خوفه من 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 انه يغلط او انه ماتشات مهمه يكون يعني ما يظهرش فيها ضغط على شويه، لكن حاسس لو خد اريحيه ومستوى ثقته بنفسه عالي شويه فعلا هيعبر عن امكانياته. اعتقد في دقيقه واحده كده او في لحظه واحده اقول لك حاجه بمناسبه كريم واللي جنبه واللي حواليه. كريم الدبيس وامام وحسين او عبد القادر او اي جناح هيكون موجود في الفتره دي، هو للاسف ان الاثنين اللي قدامه هيحجموا كريم الدبيس بشكل كبير. ليه؟ لان ما ينفعش الثلاثه اللي عندك اللي بيلعبوا ناحيه الشمال كلهم يكونوا متطرفين، دايما يكون في حد لازم يكون متريس بعض الشيء اللي هو حد مستني الكره الثانيه منه. دايما كريم ما بيزيدش كتير، يعني تلاحظ كريم ان دايما ما بيروحش عند الاند لاين، لا هو دايما بيستنى عند سن 18 كده عشان يعمل ايرل كروس. فهو لو عمل ايرل كروس بيرجع تاني يرتد، لان كريم ما ينفعش يكون في ظهره مساحات كبير، لان دي اكتر حاجه بتقلل ثقه الجمهور في الباك عموما سواء اليمين او شمال. وجهه نظر. فالحته دي هي بتقلل من يعني شجاعه كريم فؤاد. تكتيك الاهلي او طريقه لعب الاهلي وجود امام وحسين او عبد القادر في الحته دي
ما يساعدوش انه يعبر عن، وعلى فكره هي مثبته رقميا يجازف هجوميا، يعني مثبته رقميا ان علي معلول السنه اللي فاتت كان اكتر لاعب لمس الكوره جوه ال 18. متخيل الباك بيلمس الكوره جوه ال 18. لو تيجي تتفرج النهارده على علي معلول مع حسين الشحات مع امام عاشور هتلاقي دايما ورا، دايما مستنيهم، دايما مستني رد الفعل اللي هيحصل، مأمن. هو سيفتي اكتر. طيب.